الممثل مارتن شين بعد ما حقق النجومية والشهرة اللي كان يطمح لإلها اكتشف إنه كل اللي كان بحاجة إله هو الإيمان. مارتن شين هو الاسم الفني للإسباني الأصل رامون إستيفيس. هاجر والده فرانسيسكو من ولاية غاليثيا إسبانيا إلى دايتون أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تزوج من مهاجرة إيرلندية اسمها ماري آن، ورزقوا ب 12 ولد، إنما 9 صبيان وبنت وحيدة بقيوا على قيد الحياة. ب 3 آب 1940 ولد رامون بمدينة دايتون، وبعد 11 سنة توفيت والدته. نشأت العائلة الكبيرة على تربية مسيحية صارمة، ولكنها كانت فقيرة كتير، فكان الوالد يكد ويتعب لساعات متأخرة حتى يأمن لقمة العيش، فاضطر كل أفراد العائلة إلى العمل. وكان رامون يحمل حقائب الجولف للناس الأثرياء، وبيقول إنهم كانوا غير إنسانيين، أنانيين وغير صادقين، ولكنه ما شاف ولا يوم غني مكتفي بحياته أو سعيد. درس رامون بمدرسة كاثوليكية، ولكنه كان دايماً يشعر إنه غريب ومختلف عن أصدقائه. كان عمره 7 سنين لما كان يتردد إلى السينما، وبوقتها اكتشف حبه للتمثيل. بعد ما أنهى رامون دروسه الثانوية بعمر 17 سنة، بالرغم من معارضة والده القاسية ورغبته بأنه يدخل ابنه الجامعة، ترك رامون البيت، فخدع والده واستدين بعض المال من أحد الكهنة وسافر إلى نيويورك، وأسقط ذاته عمداً بامتحان دخول الجامعة، ولحق حلمه بأنه يصبح نجم سينمائي بهوليوود. اعتقد أنه بسرعة رح يلاقي عمل كممثل، ولكنه قبل ما يحصل على الفرصة المناسبة اشتغل كبائع مرطبات وموزع جرائد، وكتير من الأوقات طرد من عمله، فتحطمت نفسيته وجاع وتشرد. إنما بولا لحظة شعر إنه لازم يتخلى عن هدفه، إلى أن بدأ العمل مع The Living Theater بعد حوالي السنة. وهونيك لفت الأنظار بعد حصوله على دور بطولي بمسرحية The Connection، وذلك سنة 1961. بهالجولة الجديد استسلم رامون لتعاطي الكحول والتفلت الأخلاقي وفقد الإيمان اللي نشأ عليه. بعد فترة قصيرة من السنة ذاتها تعرف إلى زميلته الممثلة جانيت تامبلتون، وتزوجوا عشية عيد الميلاد، ورزقوا بثلاث صبيان وبنت أصبحوا فيما بعد أيضاً ممثلين، وهن إيميليو، رامون، كارلوس اللي أصبح تشارلي شين، وروني. بعمر 24 سنة رشح لجائزة توني أورد عن دوره بفيلم The Subject Was Roses، وتوالت النجاحات وأصبح من ألمع نجوم برودواي، فلعب مختلف الأدوار على الشاشة الكبيرة والصغيرة، وبالسبعينيات تألق بفيلم Bad Lands، وعلى التلفزيون بـ That Certain Summer. رصدت له المؤسسات المختصة حوالي 135 فيلم، وهو رقم قياسي بتاريخ الممثلين، وأهم إنجازاته بتتناول التاريخ والحروب والسياسة ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، من أبرزها The Execution of Private Solvay و The Missiles of October بدور روبرت كينيدي، إلى حد أنه كتار من أصدقائه شجعوه على ترشيح نفسه للرئاسة أو عضوية مجلس الشيوخ، فرفض. سنة 1977 ولما كان مارتن شين بأوج مسيرته الفنية، نجاح، شهرة واسعة، ميل، زوجة وأولاد، شعر أنه في شيء بعده ناقص. خلال تصويره فيلم أبوكاليبس ناو بالفلبين بدأ يسأل نفسه أنا مين وليش أنا هون، فأدمن شرب الكحول بنفسية محطمة محبطة ويائسة، وفقد أي قيمة للحياة. وبعد عمر 30 تعرض لنوبة قلبية حادة كادت أنه توضي بحياته، وبعد تخطي الأزمة الصحية أدرك مارتن مدى تشتته وضياعه. بربيع 1981، أي بعد 15 سنة من الابتعاد عن الله، قرر وضع حد نهائي وحاسم لحياته السابقة، وكان بعمر 41 سنة. فخلال تصويره فيلم بالعاصمة الفرنسية باريس، زار صديقه المخرج تيرنس ماليك وخبروا عن حالته النفسية والروحية، فتبادلوا الأحاديث الطويلة والعميقة. أعطى ماليك كمية من الكتب الروحية واللاهوتية، فتأثر شين بكتاب The Karamazov Brothers
فيودور دوستويفسكي لأيقظوه على حشد الماسة للإيمان كقاعدة ثابتة لحياته. بأول أيار 1981 راح يدق باب إحدى الكنائس الكاثوليكية بباريس يبحث عن كاهن حتى ينظف حياته من كل رواسب الماضي ويرضي ضميره ويكفل مستقبله مع عائلته، سواء بعمله الفني أو حياته الخاصة. وبيقول: كان علي أني ابتعد عن الإيمان حتى أفهمه على حقيقته، وإذا ما عشت هالخبرة وتدفع ثمنها ما بعتقد أنك رح تقدر تقدر الهدف. ومن هيداك اليوم أصبح كاثوليكي ممارس وملتزم بالعدالة والتضامن، وتحول إلى أحد كبار مناصري السلام بأمريكا والعالم. نيل مارتن شين عدد كبير من الجوائز والأوسمة والألقاب، وناضل طويلاً على رأس مجموعة من مؤيدي بسبيل مكافحة خطر الحرب النووية، واعتقل أكثر من مرة. بعمر 65 سنة استفاق شين على رغبة والده بدخوله الجامعة، فانتقل إلى مدينة غالوي بإيرلندا مسقط رأس والدته لدراسة الأدب الإنجليزي والفلسفة واللاهوت. فبادرت الجامعة إلى منحه الدكتوراه الفخرية، إلا أنه أصر على حضور الدروس. من بعد ارتداده بصحب مارتن شين قول الرسول بولس إلى تلميذه تيموتاوس: أحمد ربنا يسوع المسيح الذي منحني القوة على أنه دعاني إلى خدمته، ولكني نلت الرحمة لأنني كنت أفعل ذلك بجهالة، فإني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول أناته في أولاً ويجعل مني مثلاً للذين يؤمنون في سبيل الحياة الأبدية.